احبان يا ولي كي دايرين لاباس عليكم؟ صحيحتكم بخير، اموركم هانيه، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، صحه جيده. نبدا لكم من هنا. عرفتي شداني الضحكه بواحد الحاجه ميته بالضحك. اول حاجه غادي نعمر لاكارطات لانني جيت من المغرب، لقيتهم بجوجهم تسالاو ليا، غنمشي نعمر هذه تاع غير ديال الحومه، هاد الصفرا هذه وهاد البيضه ديال طراكونه. صراحه خليتهم عامرين، جيت لقيتهم مشى ليا هذاك الشيء اللي كان فيهم مشى، حيت ملي كتفوتي الشهر صافي كيموتوا لك. دابا راني غادا نعمرهم. الناس اللي كيسولوني هاد الصفيره هذه كتاخديها من المكتبه اللي كتبيع الكتوبه، وهذه كيبيعوها هما الساكا، يعني في كيتباع الكارو هما اللي كيبيعوا هذه. دابا راه غنمشي نعمرهم وانتم معايا. هو شحال الصداع، غادا عند احمد يمشي معايا، بحال جاب يلا بحال شي بنيه دايره شي مشكل في المدرسه وديا بواها بحال هكاك. راني غادي نبدل ديك الماكينه ديال القهوه ان شاء الله. انا عمرتها داريا، كنعمر فيها غير ديال واحد، يعني كنركب فيها بوحدي. بما انني غادي معايا دابا احمد، غادي درت فيها ديال جوج. كتقولي لها عطيني ديال جوج الناس، هي النيت ب 6 اورو 50، وفاش كتعمريها بوحدك كتعمريها ب 5 اورو شي حاجه، يعني ضروري يركب معاك شي حد. ديما كنلقى سبحان الله شي واحد ام بان ولا شي واحد ما عنده الصرف، ولا شي واحد كتكون لاكارت سالات له على غفله وكندوزو معايا. ديما كنعمر فيها جوج، صراحه كيعجبني تكون عندي فيها جوج الناس. و الطوبيس وقف، ها نتوما معايا الاحبه. كرغوري قال لي وراك والزمن طويل، مازال يا اختي الشعاع ما غلط. راجع عندي احمد جاب لي شنو نبدلو ان شاء الله، وانتوما معايا اللهم اشتري حاجة زوينة. ولا احمد واحد جوج ثلاثة غرام، شوف واش كنديرو، شوف سير لي غادي يضربنا شي واحد. ويلي 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 والله خطر، قلت ليه القطع ديالنا. يلا واحد جوج ثلاثة وجري، قاعد نتسناو حنا الحمر والصفر والخضر. الدراري الصغار عندك وديروا هادشي اللي درنا، حنا راه شارفين. احبان احبان، حنا عاد وصلنا لواحد الزنقه. كومو سي ماستا كاي احمد؟ كاي اغوستو، يعني الشارع اللي عجبني. المهم حنا كنقلبوا على داك المحل اللي صيفطونا ليه، حيت شريت كورت انجليش وهما صيفطوني لهذا المحل هذا، عطاوني واحد الورقه قالوا يديها ليه نشوفوا دابا، اما يصاوبها لنا اما يبدلها ليا اما يرد ليا فلوسي. المهم ما عرفتش بالضبط. احمد دابا كيقلب فينا، واخيرا لقيناه يا اختي. ويلي تقطعوا لنا رجلينا الاحبه، هاك شد طما. احبان راني صيفط احمد مسكين، شديت ليه الطوبيس مشى لحقاش، راه من البارح واليوم ضاري الراس، قال لي راني مريض صافي وصيفطو مشى. دابا راني غادا للايروس كنجيب واحد الدويره ناخذ شي تقشرات خاصيني. المهم كانوا عندي ثلاثه تقاشر خليت وحدين في المغرب، دابا غنمشي ناخذ شي جوج. قلت جيت فهمتي، ما رجعش انا من دابا وانا في الدار، يلاه عندنا 4:30 دابا. قلت ماشي من دابا وانا راجعه الريوش، جيت لطراكونه نجيب دوره ناخذ شي تويشيات خاصيني. هو راه صافي ركبتو مشى بحالو، لقى الطوبيس قد يلا كيركب وقلع ان شاء الله مشى لايروسكي وانتم معايا الاحبان. المهم راني بديت بزاره هي الاولى، دخل جبت فيها واحد الدويره نشوف اختي الجديد شنو كاينه. اختي البرد اللي فات لقينا مشكل في الحوايج، وهذا الصيف عاوتاني مشكل في الحوايج. اختي ما اللي دير شي جوج عبايات وانا مقعد يدير القهوه والكحول وبقى يبدل بهم حتى يسالي الصيف، منها مبرده منها مستوره. شو اختي هذ الكسوه ديال جامايكا قريب 20000 ريال، ويلا اختي تزيدي عليها 8000 تشري حولي، والصباط الخشب عقلتو عليه قاو 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 قاو. المهم انا رجعت واحد الدوره خفيفه ظريفه، درت الرن الزن طبط ويلا عجبوني هاد الصايات ديال غوادالوبي. عقلتوا على الصايات غوادالوبي وراه مرجعوا ليهم، رجعوا لداك الشيء القديم ديال السبعينات والثمانينات والخمسينات والربعينات. اختي اش غنقول لك، جبت واحد الدويره خفيفه ومشيت بحالي. المهم ما كنتش قاصده انني نشري، خاصني شي حاجه. قلت لا لقيت شي حاجه نديها، حيت انا من داك النوع اللي ما كيمرضش راسو بالدوران، حيت انا الا درت لك غادي نسخف لك بالجوع وغادي يبقى راسي يدور وعم تعصب وغيطلع لي الدم وغادي يكون حاله لا يرتلى. اللهم كندير دوره خفيفه وكنمشي بحالي.
وهاد القميجه عجبتني، قالت لك اختي الا ما جات معاك، قلت لها يلا حط عليا الزمر. صافي مشيت بحالو. فهاد الوقيته فيا الجوع يا اختي، كنتحسك بالجوع، نقلب على ما ناكل، نعتق روحي عادي يبانو الحوايج. وفهاد الوقيته مشيت كنشوف هاد القويميجات، كنت شريت بحالهم، بقاو كيقولوا لي الجلاطات الجلاطات. ايوا عقلبنا ومشينا، الصراحه دايره بحال البينوار ديال الدار، ما كاين حتى شي فرق بينها وبين البينوار الدار اختي. وفهاد الوقيته مشيت نشوف هاد السراول هادو. ايوا فهاد الوقيته اختي شدينا الطوبيس، كان عاد شويه يمشي عليا ويخليني في الزنقه، نبقى ندور نقول امي قلبي امي قلبي امي قلبي شكون يديني للدار. ايوا كتقولوا لي سوقي البيرمي كاين، وريني خوافه سوقي خاوي. شوفوا كمرتي كي دايره ملي كيكون فيا الجوع، انا ملي كيكون فيا الجوع سير اختي ضربي لك شي ضرب بلا ما تقلبي عليا، كنعرقها صافي، ودنيا كيتسدوا وعينيا كيبقاو يضحكوا. يا ربي السلامه يا ربي، يا ربي السلامه يا ربي، يا راحي بنت يا اختي، بنات 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 حفشي جايه وتابعتني شي كلاب في الزنقه كيجري ويجري وما يجري وانا نجري. ويا اختي وكلاو ليا الحميه اختي، عرفتي الحميه كنتي نتفو فيه وياكلو وانا تنشوف فيهم، سبحان الله العظيم. وإني فلت واخا كلاو ليا الحمي راني فلت منهم ما تخافوش. المهم الاخيب راني جيت من طرابونه، جيت وجبت ليكم وتقضيت وداك الشيء. واش غنقول لكم، خلات واحد البنت تبيع قالت لي فدوا تزيد العالم ديالك بوحدو، عالمك بوحدو. بغيت نقول لك انا دايا في سوق راسي وغدا على جنب الحيط، ما كنجبد حد، ما يجبدني حد الحمد لله. وقال لك الباب اللي يجي لك من الريح سدو يا خيتي واستريح. المهم بغيت نقول لكم المشتريات ديالي اللي شريت من طرابونه، نوريكم اختي المشتريات اللي شريت. عارفه هذيك قال لك اش كيقولوا لها البهيمه مقارلي ولدات مع مراه كلات الشعير في خاطره هي ديالي انا، خارجه ليا في عودي الاحبه المجده اختي، خرجت ليا اختي في عودي، كنمشي نشري الحاجه ديالي كنصدق شاريه لها هي. المهم بين ما نقاد ان شاء الله ديك العطريه وداك الشيء في القريعه راني فرحانه بيه. المهم معليش، ماركه دوف اللي مصور فيها الخيار خايبه، عندك وتشري ورا بقى فيها غير النص، والله الا وليت كنرشها في الدار باش تسالي دغيا، خايبه فيها واحد الريحه كتخنق. هادي شريتها قبل ما نمشي للمغرب. وبالنسبه لواحد الحبيبه ديالي كتسولني دائما كتقول لي فدوى، بغيت نقول لك شري هاد لالاك ديال الوجه بحال اكسبريس ما تنعرفش ندير. شوفوا انا واحد النوع اللي ما عنديش مع داكشي المشتريات، شوفي يا اختي مشترياتي، شوفي هاد لي برودوي، شوفي هاد لي برودوي، انا اختي عطيني عافيه الجوع، كاين ما يتقصى كاين شي خبيز بارك عليا. المهم هذا لالاك ديال الوجه فيكساتور، عرفتي شي وين اختي كتقول لي قولي فيكساتور فيكساتور، هذا باش زوين ملي كتكوني دايره الماكياج معروضه شي بلاصه ولا شي حاجه كديري ديك اللعبه ده وكديري ها 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 صافي، يبقى وجهك 24 ساعه هو على حقه وطريقه، كيف مشيتي للعاده ولا مسافره وبغيتي ماكياجك ما يخسرش، الكحول ما يضيعش، ديري جوج تشتيشات وراكي هي هذيك. شحال كيدير؟ كيدير شي 7 اور الا نفعني عقلي. فاش مشيت لطرابونه باش نشري زعما راسي تقاشر وندكسي راسي انا نشري شي سروال شي قميجه، ساعه اختي ديك البزبوزه البزبوزه ناري غتسمعني، ما تبارك الله اختي راكم عارفين هي تبارك الله كيعجبها داك الشيء مرح، قال بغات يعرف تمرح. انا لا، انا تيعجبني داك الشيء يكون هو هذاك، هي تيعجبها التفطح قميجه واش ما كايناش دوبل 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 اكس بغيت نتمرح، سروال واش ما كاين دوبل 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 اكس بغيت تبارك الله ما شاء الله بغيت عم تمرح يا بغا التفطح. اللي تمشي تشري انا تكون بغيت نتمرح. وشوفي اختي قلت لها انتي نحسبنا موسيتك كاع تنغطي وراكي مرحه وجبتي انتي الحوايج. المهم خديت لها هاد السريوال حمقني راه ما تمرح دابا بحال الباراشيد اللي كيهبطو به من السما. شوفوا قداش السروال تبارك الله، هذا غيجيها واسع غيجيها واسع، يجيها واحد شويه غزال الاحبه، كان داير ب 25 اورو وخديته لها ب 14 الاورو. هاد التين دا كاينه في ايروسكي، جات حدا الدروني، حدا الدروني اللي كيبيع الماكياج غادي ديك اليمن اونفاس معاه. المهم خديت لها هي هاد السريول هذا، هي اللي وقف لها الزهر انا ما وقف لي غوزها. بغيت نشارك معكم هاد المعطر ديال الجو، راه كاين عندي دابا في الدار شي 3 ولا 4 اللي عندي كيحمق وكيسطي
دير بأورو 40 كتختاري النكهه اللي بغيتي. ها هو دابا راه كاين في الميكا، غنجبدو من الميكا ونعلقو يا اما في الحوايج كديري له هكايا، اما في الحوايج، اما في الدوش، اما في فين ما بغيتي، حتى في الكوزينه ديريه. هذا خديته انا بالنكهه الرمان والورد، الرمان والورد هذا، وا ما يطيب على ريحه. هذا كنديرو في الماريو مع الحوايج، ولا داك البيت اللي عندي فيه داك الحشيش وداك الشيء راني راميه فيه واحد الصاجي حيت كيدير ريحه مع الحوايج تما العرام. بغيت نقول لكم ما عمرني شريت هذه ديال دوف، اول مره شريتها قبل رمضان صدقات خايبه، عرفتي ريحتها كتخنقني روحي كتبغي تخرج. راه كاين اللي كتعجبو، ما كاينش ما حسن من نيفيا. نيفيا اللي واعره اللي فيها 72 72 وين على 72 ورا 72 ساعه مكتوبه فيها، كاينه ديال تمريه وربع، كاينه ديال 48 وكاينه 72. انا ما عنديش مع هذا الشيء باش نفهمكم. بزاف الاخوات كيبقى يقول لي فدوري دا شنو شريتي وشنو سميت هذه، انا عورتي عليا فهاد الشيء، راك غادي نوريك. انا ما كنعرف كاع، كنمشي محتاجه هذه كنمشي نهزها كنحطها في الدوش، محتاجه شامبان كنمشي نهزو كنجيبو. غنشارك معكم واحد شامبان لاني بدلت هذاك شامبان اللي كنت شاركت معكم المره الفايته، لان اختي راه نار يا حبيبي نار، غالي غالي بزاف. المهم خديت هاد اللعيبه هادي على ود الماسكات نتاع الشعر، هادي كيما كتعرفوا راه غير ديال صباغات الشعر، انا خديتها على الماسكات كندير البيض وكنت شاركت معكم شحال من مره الماسكات الشعر اللي كندير بالزيت نتاع الاعشاب ان شاء الله. شو دار لي اخويا صاوب لي الزيت في المغرب وما شاركتهاش معكم حيت فيها واحد الحاجه خطيره داكشي علاش. المهم خديت الطويسه هادي من الدروني عجبتني بحال هكا، هادي علاش عجبتني انا ابار الصباغه، انا ما كنصبغش حابسه الصباغه، ملي درت الحجاب ما صبغت كنت كندير واحد اللون كيحمق، دابا نشاركو معكم. ملي كترشق ليا الصباغ راه غادي نصبغ واعر، لوريال 7/11، لوريال 7/11 واحد اللون اللي يتمنى اي واحد، كيعطي واحد اللون خطير في الشعر وكيضرك الشيب. المهم ما عليناش، خديتها انا على ود الماسكات هكا البيض وداك الشيء، حتى شي مره ما كتبغي كاع كتقدريش ديري ماسك بيديك. وخديت هاد الشيته تاع السنان ديال الخشب، هادي راه خشب الاحبه شيتات السنان. المهم هادي الشيته ديال السنان وهي ديال الخشب، كاينه في دروني ياك لا شي ناتوريل، هادي سميتها شيته ناتوريل اللي كيسين لي سنانو بالدم وداكشي اللحم ديال السنان كيتحسس من الشيتات، هادو زوينين سميتهم الشيتات بيو طبيعيين وراه ما غاليينش. هي مكتوبه فيها مصوبه بالزرع يا اختي الشمال ولا الخبز. شوفوا الاحبه شوفوا هنا غيبان لكم الزرع، ها هو الشرا قالك بيو يا اختي. المهم زويونه ما غاليهش بصراحه. وخديت هذا الحليب، هذا ديال هذا حليب ديال ترطيب الجسم، هذا كانت كديرو واحد السيده في بلجيكا شحال هادي، ملي كنت في بلجيكا انا شريته، كنا كنمشيو للحمام كنديو كندهنوا في الحمله بلا بالريحه لا بالترطب بلا ما نقدر نقول لكم. ودازت الوقت ونسيت، حتى البارح كنت دايزه وانا نقول ملي كنتحمم بالصابون بلدي وداكشي كنحس بيديا وداكشي ورجلي كنبقى ناشفه، اللحم كتحسي به ناشف، كنت راه ناخذ شي ترطيب. ملي دزت الدروني بقيت كنشوف شوف انا نتفكر هاد الكريمه رجعتني اللور، رجعتني ل 2014 وانا ناخذو ديال ماركه كارني واعر باللوز والحامض، فن الريحه والرطوبه يا سلام، وما غاليش كيدير شي 3 اورو شي حاجه صافي. و راه تخلعت صحابني الكحل، هاد الكحل هذا كصحابني قهوه تخلعت، وخديت هاد الكحل ديال مي بيرليم هو اللي كنديرو انا لعينيا، بزاف البنات كيسولوني في الدواء باش كتكحلي، كنكحل اختي انا غير بالقلم ديال مي بيرليم، ها هو كتنجري بالمنجره. وهذه نتاع الخدود شي 5 سنين ما شريت ديال الخدود، حتى خديتها دابا ماركه لوريال، هذه فنيونه لون عادي كتباني حميمره وحشمانه. وبالنسبه للريسي البنات اللي كيسولوني على الريسي، هذا اللي كناخذ راه واخا كيدمعوا لك حتى هو ما يبير لي، واخا يدمعوا لك عينيك واخا اي حاجه ما كيسيحش وما كيديش معاه الشفار، يعني كتمشطي به الشفيرات كيبان داكشي طبيعي وكيبان زويون وكيصبر بزاف. صافي هادشي اللي خديت. وبالنسبه للفندوتا انا ما تنديرش فندوتا الاحبه، تندير واقي الشمس داك اللي كنت شاركت معكم شحال هادي ما بقيتش كنديرو، صافي دابا وليت كندير واحد اخر، خرجوا لي الطبيب ولكن قال لي غير واحد المده وحيدي، يعني ما يلقش اي واحد يشري دائما،
كان عطاني على مده شهر صافي، قال لي حبسي وغادي نبدل واحد واقي الشمس اخر عاوتاني. هذا راه واقي الشمس قال لي كيحيد داك كيبقى لك الوجه وكيصفي لك، وعطاني غير واحد المده صافي ونحبسو. دابا صافي ما كنديروش، غناخذ واحد اخر خرجوا ليا هو اللي غنبقى نديرو دائما، وهذاك اللي خرج ليا معاه غاسول ولا صابون ما عرفش، ملي غنشري غنبارطاجي معكم، لان قال لي عندكم تما في اسبانيا رخيص. قلبت عليه في المغرب ما كاينش نهائيا، واذا طلبتيه ما عرفاش يجيبوه ولا لا. صافي الاحبه غير هادشي اللي خديت، ودابا غادي نجاوب بزاف ديال الناس كيسولوني على جداتي شنو كتجي لاحمد. ايوا جيت شوفي بعدا، انا كنصوب العطريه وانا كندوي معكم. انا راني صورت بزاف ديال الفيديوهات شحال هادي من قبل فاش يلاه سكنت مع جداتي، كانوا بزاف الناس كانوا كيسولوني احمد شنو كيجي جداتك، احمد شمن علاقه عنده معاها، واش احمد مرتو، واش احمد امو، كلشي كيتسولني. وانا راه ديجا درت شحال من فيديو، غنخلي لكم الرابط الفيديو دابا هنا في هذا الفيديو، هذا غادي يبان لكم واحد الفيديو الا دخلتوا ليه غتلقاوني ديجا داويه عليه. بالنسبه لجداتي ما كتجي لاحمد حتى حاجه غير ريحه الشحمه في الشاقور. ما عرفتش شي وحده من العائله ديالتها كانت مجوجه من عند العائله د احمد، يعني غير شي حاجه بحال هكا ريحه الشحمه في الشاقور. وحاجه اخرى انها جاره ديالو، يعني احمد كيسكن هنا وجداتي ام فاسمع. وحاجه اخرى احمد عنده المراه ديالتو مزوج بها ولد معها ولد واحد اللي هو كيعيش فواحد المدينه في الحدود يعني بعيد على هنايا. ميمكنش كل فيديو ها جداتي اش كتجي جدي هاد، ولكن كاينين الناس جداد مرحبا بهم تابونوا عندي وكيتبعوني دابا متتبعين جداد جداد. نتا كنتي بغيو يعرفوا صعيب انهم عاد يرجعوا يقلبوا فهمتي كيفاش. فبغيت نقول لكم احمد وجداتي راهم غير ريحه شحمه في الشاقور وجاره ديالو، وكيمشي كيبقى معاه بالنهار لان المراه ديالته مريضه مسكينه عندها واحد الالم كيجيها وكتبقى تغوت بالحريق، وكان كيمشي كيبقى مع جدتي النهار كامل وكيجي حتى الليل، والمراه ديالته راه داير الليالي كيقابلها يعني اللي كيبقى معاها. صافي هادشي اللي كاين. شري عطا الله فهاد الساعه كتجي حاجه اخرى نقولها لكم. ايوا شوفي لي اختي العطريه ما بقيتش حبه هادي مول ياجور دا وليت لا خدوا يا اختي. صافي راني غسلتهم البارح بالصراحه. ايوا خليتهم ينشفوا قلت ما نمسحهم حتى بشي زيت ولا شي حاجه، راكي عارفه داكشي ديال العطريه كتمسحيه بقى عاد فيه الخم ولا شي حاجه. صافي وهادو تاع الزويته اللي كانت هادشي اللي كانت خدات ليا يا شتي دغيا اختي يا الشيطان باقي كاع ما سبع. ربي السلامه يا اختي عيني خايبين عيني قوصوا عليا عيني قوصوا عليا. لا لا هادي غير هاد الجديده كتحيد وصافي. دابا ديري بغيتي تحيدي غير ديك اللعيبه وديري الزيت يعني بلا ما ت ديري الجديده باش ما تقطعلكش الزيت. ايوا انت يا اختي على تتول متول. شوف القاعده شكون اللي كيدير الكايره. انا كنديرها ما نكذبش. شحال كندوي بسم الله الرحمن الرحيم فيا الجوع اختي داكشي باش كندوي. دابا راه باغي ندير ما ناكل نهار كله وانا خارجه. داكشي اختي علاش ندير كلشي صراحه البصل والثومه الزعفران بلدي. انت اخصي وحده قف يا اخصي اختي انت تعمل بنت الغربة كتي ولا عندها قرعة جعطية ما بقيتش حمادي مول ياجور. واحد الكومونتير قريتو شي سيمانة هادي ولا ما نعرف ولا ماشي سيمانة واحد المهم واحد الكومونتير دازت عيني عليه غير صدفة ديال واحد كاتب لي الحمد لله ما تزوجت بيه مع شاف لي واقيلا دايره العطريه هكا في القراعي قال لي الحمد لله ما ديتك. كنحمد الله ونشكرو. ايوا كنحمد الله ونشكرو اللي ما ديتينيش البزيره. مزيان داكشي كيخرجو مزيان والله ما خرجو. تنمشي نجيب بران نسخنها مزيان ونزيد فيهم التقابي. ديري لي انا خمسه تقبات هنا انا كعجبني العطريه بزاف. شوفوا ها شتيهم ها فيهم تقيبات ولكن ماشي بزاف عندهم الحل في الصراحه. الا ما كبوش مزيان نجيب براد سخنه نزيد واحد التقيبات من عندي زعما شويه يقوي علينا شويه ما نقدر نعب زيخه كنزقرب عليا. هذه الفئه اللي كتبت لي هذيك القضيه ديال حرام في الدين تكوني مع الراجل راه كنت معاهم 8 سنين وانا معاهم في الدار ما تنحش بيه براني عليا. وزيدون راه سلم الحمد لله حتى هو راه مسلم دابا بحالنا بحالو الحمد لله. كاين شي حويجات مسكين ما قدش راجل كبير ولكن تغار بالله ما عندك ما ديري يعني مابقاش الانسان غير كيدوي دوي
كيقول شي حاجه غير كيتقل على راسو بلا فايده. واخا انا ما خصنيش نبقى نبرر شي واحد كما قالوا لي الاحباء قالوا لي امواتي العزاز، ما انت عارفه راسك شنو كتسوي في الدوام، ما تبقايش تبرري للناس. فعلا انا عارفه اش كنسوى وعارفه ربي سبحانه وتعالى شنو كيشوف. اللي بغيت نقول لكم هذه القضيه ديال الحكا الراجل كبير كتبقاي معاه، والناس اللي كيخدموا الله يسهل عليهم في هذا النار، وكاينين خواتاتي بزاف كيخدموا كيقابلوا رجال كبار كيباتوا معاهم كتبات مقابله الليل كامل، يعني حتى هي داك طريف الخبز ديال انها خدامه مقابله راجل كبير، يعني حتى داك الشيء راه كيتسمى حرام ولا لا؟ كاين عاوتاني بزاف اللي كتخدم في الريستوره كتخدم مع مول الريستوره غير هي وياه في الكوزينه، مول الريستوره كيتحكم فيها كامله، وكتلقى البنت خدامه على دارهم على خوتها وخدامه غير هي والباترون هي وياه الراس في الراس، وكيبقاو حتى واحد الساعه متاخره في الوقت باش كتجمع كوزينتها وكتمشي، يعني حتى داك الشيء راه حرام ولا لا؟ تقول لي لا هذوك راه خدامين، وانت هذاك انا راه كنحس براسي راه مقابلاهم، انا بعدا بالنسبه لي انا كنحس براسي مقابلاهم، واصلا انا كنت معاونه شحال هاد ملي كنت ساكنه معاهم. يعني الانسان ماشي بقى غير دابا خاص الانسان يهضر، يهضر في الاساس ماشي غير يقول شي حاجه اللي ما كايناش. واللي بغيت نقول لكم هاد العطريه ما نفعتني في والو، ما هزت ليش الكمون وما هزت ليش القرفه، كاينين في البيض وكاينين في الكحل، دابا نزيدهم في الكحل، نزيدهم في الكحل ونديروا وحدين هنا وحدين الكوزينه ديال با علال. تحياتي با علال اللي كان كيشوفني، ولي شكون با علال اللي ضربك احبان؟ راه كنبين لكم الحداقه راه هو تقول سوقي خاوي وسوقي خاوي مفضيه مساليه، زعما غوريتك العطريه زعما راني في يدي الشغل. المهم شوف شحال القرايه وفرتها، شتي شحال؟ شوف زيد اختي زيد شويه لك الله يرحم بها الوالدين. ها هي انت فاش كتجي طيبين كتبقاي تما طاير المجر وكطيح لك شي حاجه على رجليك. تهلاو في والديكم، تهلاو في خوتكم، باي باي عليكم. غتشوفوني شويه صافا با فيا الجوع وزربانه ناكل، هو اللي مخليني نزرب. مواح عليكم.